في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تحديات كبيرة، في ظل تواصل الخدمات الطبية الملكية في المستشفى العسكري تقديم خدماتها لمراجعيها بشكل مستمر، إلا أنها ركزت على الابتكار والتطوير لحماية المجتمع من خطر انتشار العدوى من خلال تقديم الخدمات وإيصال العلاجات عن بعد. الزميل يحيى العمري زار المستشفى وعاد بالتقرير التالي. على الرغم من جميع التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، إلا أن كوادر المستشفى العسكري بالخدمات الطبية الملكية تواصل جهودها الطبية لخدمة المرضى والمراجعين، ولكن بأسلوب مبتكر يراعي جميع الإجراءات الاحترازية لانتشار العدوى. بتوجيه من إدارة المستشفى العسكري في الخدمات الطبية الملكية من بداية جائحة كورونا، يتم متابعة المرضى في العيادات عن طريق الهاتف. الطبيب يطلع على السجل الطبي الإلكتروني للمريض، وبعدين يتم مناقشة المريض عن نتائج الفحوصات من تحاليل دم وأشعة، ويتم إعطاء المريض التعليمات إذا يحتاج تغيير الأدوية أو زيادة أو تقليل في الجرعات، خاصة عندنا في عيادة السكر مثلا جرعة الإنسولين، وطبعا هذه حفاظا على سلامة المريض. في حال المريض احتاج أنه يكون موجود شخصيا في العيادة، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتم التعاون مع قسم الصيدلية لتوصيل الأدوية إلى المنازل أو أماكن سكن المرضى، حتى ما يحتاج المريض أنه يحضر شخصيا للمستشفى لاستلام الأدوية، ذلك طبعا حفظا على سلامة المرضى، خاصة عندنا طبعا المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن. بعد الاستشارة الطبية عن بعد، يتم إيصال الوصفات الطبية إلى الصيدلية، والتي تعمل بكفاءة تكنولوجية متطورة تسهل عملية صرف الوصفات بكل احترافية، ومن ثم إيصالها للمرضى دون أن يتكبدوا عناء الخروج من المنزل. الخدمات الطبية الملكية كان في 2017 بدأت خدمة التوصيل الأدوية إلى المنازل، وكنا السباقين وأول مستشفى في البحرين بخدمة توصيل الأدوية مجاناً. وخلال جائحة كورونا وسعنا توصيل الأدوية، كان قبل مقتصرة على الأمراض المزمنة وكبار السن، خلال جائحة كورونا وسعناها حتى لأي مريض، وعشان لا بيكون قللنا التباعد الاجتماعي. صيدلاني بيكون في مكانه بيوصل له الدواء، كل الدواء عليه الباركود وعليه الاسم، فقلل ويانا وايد اخطاء. من كنا قبل ناخذ الادويه من الشلف، الحين مجرد كليك واحد بتشوف الادويه كلها واصله لعندك. عمليه متكامله، استشاره ومراجعه عن بعد، وصرف للعلاجات والادويه لجميع المرضى الذين لا تستدعي حالتهم الحضور الشخصي للمستشفى، ونظم تكنولوجية مترابطة بشكل مثالي يضمن سلامة الجميع ويضمن توفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء لا قدر الله. بهذه التقنيات المتطورة جدا يتم التعامل مع طلبات العلاجات والأدوية عبر تقنيات متطورة وأياد وطنية ماهرة لإعداد العلاجات وإيصالها إلى منزل المريض، حفاظا على سلامته وسلامة المجتمع. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.